أنا مش مرتاح، أنا كل مشاعري وحسيسي مليانة جراح، مجروح من كل الناس جدا ومفيش أفراح. ما هو كل الناس جت على وجعي والعشا ما هو راح. أنا مش مرتاح، أنا كل مشاعري وأحاسيسي مليانة جراح، مجروح من كل الناس جدا ومفيش أفراح. ما هو كل الناس جت على وجعي والعشا ما هو راح. أنا مش مبسوط، إحساس مراودني خليني كده مش مظبوط، دايما متضايق من نفسي ومن ناس مخطوط، ده طبيعي ولا أنا كده شكلي قربت أموت؟ مش عارف ليه، يمكن علشان اللي أنا منه كده هنت عليه، نفسي طويل طول عمري أساسي وطول عمرك عدتك بديل، عمال بتقول إنك مجدع طب هاتلي الدليل، مش راجل وبقولها في وشك يا ابن انت عادي.